بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمي بعد علمي وعلى عفوي بعد قدرتي، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. دلنيرو وحن دي شيء إني تأغونت فراء هرمرك حليسو ويدي هو الله يا ويدي ما غيرك لك هذا نوع صدى أنا كجواب دينت إيو قبيلة ده ورديني قبيلة رتم حاسكو كنا دينت هو مقدس غير دينت اللي قبيلة ده كيبا دل خينا أدلو تهجليا ورتا غونت دينت هو يرتا جودهان إن لبرتو أي كبرنا يا دنيرو إن برتان حديث رسولك عليه الصلاة والسلام يو تفسير كقرآن كإن برتان إن لها رنت أي أوفر من لها أنك جود من مركب ويدين تا ويدين تا حتى وحي هاد نبي الله آدم عليه السلام بوره بمركب أويم سلا لو أجاده على مدى بدن أيها لو أنك دي أور علت ذا قصير وركي سيدان كي مركب قصور على أيسلند وات قادر سي هذا قارن الله هذا منو قصور لعي إنه قصور دقي Somalia ملك مد أول رابور إيلة حديد تنقل كواد وقلاتي قال إنه يرشدان كي أيسلند وقصور دقي مقالة اللي رادو دمي بورجر وات أقبشي دزنا حواها كان علامات بدن بايلا وعدينا عدينا إنه آدم قصور دقي بور هيبة أما بور إيلة إنه قصور دقي وحكي الله شلترز قريب أو لا أورنجري هويجي أو إيدن إي أو هوا وجرجي أبك آدن إي أو تحاو أما أي يحاو أما ملعو يحاو وصور شغني آدن إنه كأسين هاي سريلانكا بور كتالا من كان قال هذا الحير هذا جيروسلم بكو أسين هذا نسأل كيس الجرجي سمرك الجارسية هذا ويتكان جيروسلم أنت كسوة بحام بسريلانكا تكان كما هي قبر أو نبي آدم عليه السلام قبر يس كما هي جيروسلم كما هي ملك لو يهود كم من إسرائيل كم من كما هي لأن عظيم بعد الكروة نبي آدم روها لحدا محل إلى هذا إيش تكايوها وحوي لحدا لون أما لحدا سحب سحب كي بوا نص متر هلك سحب كا نص متر مركا خياس ما غير نقوم كرا وصدم متر أيوها دركيس مرك كم هيا مرك إن شاء الله ويدين كل هذين الجلن وحن كوكو بلها عن ذا يرى مرك أنا أقول علنها إنه برتان تفسير كقرآن كإنه برتان وإيه برتان أحاديث رسولك عليه الصلاة والسلام إنه برتان ومهم حتى هذا مبرن إن ده هذا وحدين إن ده رنتو هل كان هل كان وقت قفلنتها وحيل دونا الغمر سنكرا لأن يرى برهروبه وهكو ديان قالت هكو ديان سيدو ده اسكاليجن ايه سو جيدو لايما وكينسو وبندق دينتين معان اوه ديك سو قلان نمكا قالتو عدو حوشي تلايه ما يبوية ادو غلب جلعسين وركسو قلان وركسو النقونا يعني مركا ان شاء الله تاسع النوض الدارانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.